كم بالأستانة من معاني أثارت في حناياي الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. تراها من بعيد كالرواسي، فإن دوينا أقررنا العيون. فنن عبقري مستمد من الإسلام يهدي الحائرين. مآذن إسلام العثمانية، وعند تصرمها وإدبارها والناس يرقبون انهيارها وسقوطها، وإذا بسلطان من سلاطين الدولة العثمانية يحمل في قلبه هم الإسلام والمسلمين، يسارع للحوق بركب آبائه وأجداده، يحاول أن يعيد للدولة هيبتها وعزها ومجدها. فخرج لنا بمشروع رائد وعز ماجد، إنه السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله من أشهر سلاطين الدولة العثمانية، ومع كونه ملك الناس وحكمهم في فترة ضعف الدولة وانهيارها وأفول نجمها، إلا أنه استطاع أن يحقق أشياء لم يحققها سلفه. استطاع السلطان عبد الحميد الثاني منذ توليه السلطنة أن يطهرها من الأذى الذي لحقها بسبب الماسونية والصهيونية العالمية التي أرادت أن تغرب الدولة العثمانية منذ عهد السلطان عبد المجيد الثاني. تولى السلطان عبد الحميد الثاني الحكم في سنة 1293 من الهجرة، الموافق سنة 1876 من الميلاد. هو السلطان 34 من سلاطين الدولة العثمانية، وتولى الحكم وعمره 34 عاما، يعني أنه من مواليد سنة 1842 من الميلاد. توفيت والدته صغيرا، فنشأ في حجر زوجة أبيه التي لم يكن لها ولد، وأكرمته غاية الكرم وأحسنت إليه، ونشأ نشأة إسلامية صحيحة منذ صغره، وكان محباً للفروسية، محباً للرمي، كان يرمي فلا يخطئ إلا نادراً. ولا شك أن هذه التنشئة الدينية والعسكرية ونشأته وهو يرى هذا الغزو الماسوني واليهودي الذي غزا الدولة العثمانية، كل هذا وغيره أهله لأن يحمل مشروعاً إصلاحياً في أول توليه الخلافة. فهل نجح السلطان عبد الحميد الثاني في هذا المشروع؟ وهل وجد معوقات وخصوما في حمله لهذا المشروع؟ وكيف استطاع أن يواجه هذا المشروع التغريبي إزاء مشروعه الإصلاحي؟ دولة أبت إلا أن تكتب تاريخها بأحرف من ذهب، دولة جمعت محاسن العلم والفضل والأدب، وحتى في أيام ضعفها وانهيارها كنا نرى تنفيسا يخرج منها هنا أو منها هناك. في سنة 1293 من الهجرة، الموافق سنة 1876 من الميلاد، تولى السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى حكم الدولة العثمانية، ونقل حكمه إلى هذا القصر هنا في إسطنبول، قصر يلدز. لكن الإشكالية التي كان يواجهها السلطان عبد الحميد أنه واجه خصوماً كثيرين يريدون الإطاحة به وبحكم الدولة العثمانية،
لا سيما من المقربين إليه وأقرب الناس إليه مدحة باشا الصدر الأعظم الذي كان من يهود الدونمة والذي استطاع أن يمرر كثيرا من المشاريع التغريبية منذ أيام السلطان عبد المجيد الثاني، وأخضع السلطان عبد الحميد إلى إجراء معاهدات في حقيقتها تقديم تنازلات لأوروبا، كان من أبرزها معاهدة ستان ستيفن ومعاهدة برلين، هاتان المعاهداتان التي أدرك الأوروبيون لا سيما الألمان بقيادة الدينامو والمحرك لهذه المعاهدات بسمارك، أدرك أن الخصومة بين بريطانيا وروسيا قد تؤدي إلى وقوع حرب في أوروبا، فتمت هذه المعاهدات وتم من خلالها تنازل أو استقلال بلغاريا واستقلال صربيا والجبل الأسود وتنازل عن البوسنة لصالح النمسا والتسوية بين المواطنين العثمانيين أو من يتبعون الدولة العثمانية من المسلمين وغير المسلمين إلى غير ذلك. والإشكالية الأكبر أن بسمارك كان يريد أن يمرر مشروعا يراد من خلاله تقسيم الدولة العثمانية، فيعطي مصر لبريطانيا ويعطي تونس والشام لفرنسا ويعطي البوسنة والهرسك للنمسا ويعطي البوسفور والدردنيل لروسيا، وهكذا تمزق الدولة العثمانية. فكان حريا بالسلطان العثماني أن يدرك حجم هذه المؤامرة، وكان يدركها ويرى أن مقاومتها لا تتم إلا بأن يغير الوجهة إلى حيث يقيم إخوانه من المسلمين والعرب، وكان يسعى إلى مشروعه بما يسمى بالجامعة الإسلامية في جمع كلمة المسلمين. وهكذا المسلمون لا بد أن يدركوا تماما أن وضع أيديهم بأيدي أعدائهم من الغرب الذين لا يريدون بهم خيرا لن ينفعهم أبدا، سيؤدي إلى قطع الصلة مع العالم الإسلامي كله وأن يرتمي بأحضان الغرب على حساب انسلاخه من هويته، وهذا لن ينفعه أبدا لا في دنياه ولا في أخراه. لكن هل نعقل مثل هذه الأمثال؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أدرك السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله أن هذه البقاع الواسعة للدولة العثمانية والتي ضمت أركانا كبيرة المدى لا يمكن أن يجمعها إلا كلمة الإسلام، حاولت جمعية الاتحاد والترقي أن تعزل السلطان عبد الحميد الثاني، أو على الأقل حاولت أن تثير الرأي العام ضده، لكنها لم تستطع ذلك لأمور. الأمر الأول أن جمعية الاتحاد والترقي قبل سنة 1908 لم تكن بالقوة التي تؤهلها إلى عزل السلطان عبد الحميد الثاني، لا سيما وأن السلطان عبد الحميد الثاني أيضاً كان يعاملهم معاملة حسنة، كان يدرك الخطر الذي تحمله جمعية الاتحاد والترقي والأخطار الماسونية العظيمة التي كانت بتعاون أوروبي يهودي للإطاحة به وبالدولة العثمانية، فكان حريصاً على أن يتعامل معهم بشعرة معاوية رضي الله عنه، يشد أحياناً ويلين أحياناً أخرى. وأيضاً فإن الرأي العام عموماً داخل إسطنبول وفي خارج إسطنبول كان مع السلطان عبد الحميد الثاني، فجمعية الاتحاد والترقي بحاجة إلى شيء من الوقت حتى تطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني، إلا أنها استطاعت بمكايد خبيثة ومتزامنة تظهرها أحياناً وتسرها أحياناً أخرى أن تدبر ما يسمى بحادثة 31 إبريل، والتي جرت في 31 إبريل سنة 1908 من الميلاد. ظهرت هناك مقاومة شديدة وثورة ضد السلطان عبد الحميد، أدى بعد ذلك إلى أن يسير عليهم قوة فقتلت منهم جماعة كبيرة من جمعية الاتحاد والترقي وممن كان يعاونهم أيضا، وهي بموالأة الغرب لمحاولة زعزعة الأمن في الدولة العثمانية. وأدى هذا التصرف وردة الفعل من السلطان عبد الحميد إلى أن يتعاطف بعض الناس مع جمعية الاتحاد والترقي، فكانت سبباً بعد ذلك لسرعة جريان الأحداث
حتى وصلوا بعد ذلك إلى الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. فقام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله يراسل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها: إنني أريد أن أعيد للأمة كلمتها، إنني أريد أن أعيد للأمة هيبتها، ساعدوني ساعدوني حتى نعيد للأمة ما كانت عليه من مكانة. وإخوان حسبتموها دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهام الراميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن عن ودادي. هذا لسان حال السلطان عبد الحميد الثاني مع جمعية الاتحاد والترقي، فإن هذه الجمعية كانت تظهر الإسلام وكانت تتخذ من تسميها الظاهر باسم الإسلام عكازة تتكئ عليها لتمرير مشروعها التغريبي الماسوني الصهيوني العالمي، والذي استطاعت لجهل كثير من الناس ويأسهم أيضا مما آلت إليه الدولة العثمانية، استطاعت أن تغير نظرة الناس تجاه السلطان عبد الحميد الثاني. أين هذا السلطان الذي كان يحمل في نفسه هم الإسلام؟ أين هذا السلطان الذي كان يريد أن يجمع كلمة المسلمين؟ أين هذا السلطان الذي منذ توليه كان يحمل مشروعا إصلاحيا؟ كل هذا وغيره نسيه الناس، وصاروا لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية. ظنوا أن هذا القادم الجديد جمعية الاتحاد والترقي ستخرجهم من غياهب ما هم فيه من فقر وذل وهوان تجاه هذه المجتمعات الغربية التي تداعت عليها كما تداعى الأكلة على قصعتها، وأنهم سيصلون إلى عز وفخر ومجد في ظل حزب الاتحاد والترقي. يا أيها العثمانيون، يا أيها المسلمون، ينبغي عليكم أن تتفطنوا لما يحاك خلفي. هكذا كان يصيح لكن بصمت. صراخ السلطان عبد الحميد الثاني لم يسمعه أحد، لم يسمعه إلا جمعية الاتحاد والترقي، والتي نخرت في جسده وصارت تنهش لحمه، حتى استطاعت في سنة 1909 من الميلاد أن تقضي على السلطان عبد الحميد الثاني. ولم يكن قضاؤها على ذاته هو فقط، لا، لأنه كان رمزاً يمثل الأمة، فاستطاعت جمعية الاتحاد والترقي بمعاول التغريب والماسونية أن تقضي على السلطان عبد الحميد الثاني، وأن تخلعه من الحكم بفتوى عالم أراد بفتواه تلك أن يتقرب إلى الله، وكم مريد للخير لم يبلغ. خلع السلطان عبد الحميد الثاني. أين العثمانيون؟ أين مجدهم؟ أين المشاريع الإصلاحية التي كانت تحملها جمعية الاتحاد والترقي؟ كانت حبرا على ورق، ثم صار مآل الناس بعدها إلى أرق. جاء محمد رشاد الخامس، لم يستطع أن يغير شيئا، كان صورة ودمية تحركها جمعية الاتحاد والترقي التي أفرحت اليهود والماسونيين، وصاروا في بعض مدن تركيا يبتهجون بخلع السلطان عبد الحميد الثاني، لأنه كان قد عطل كل مشاريعهم الإصلاحية، بل وضعت مظاهراتهم في بعض الطوابع البريدية. قضي على السلطان عبد الحميد الثاني، وصرنا نحن أهل ذلك الزمان ننتظر أفول نجم الدولة العثمانية، فما الذي جرى عليها بعد السلطان عبد الحميد الثاني؟ بين كنت أتجول في بعض المدارس والجامعات التركية اليوم، وإذا بي أفاجأ بأن كثيرا من هذه المدارس والمعاهد والجامعات إنما تدرس علوم الشريعة باللغة العربية. أيعقل هذا؟ في اسطنبول معقل العرق التركي يدرس اللغة العربية؟ لما اللغة العربية؟
إنها لغة القرآن، إنها لغة الإسلام. هكذا أجابني من يشرف على تدريس العلوم الشرعية هنا في تركيا. ذكرتموني بذلك الرجل العظيم ذي المجد الجسيم الذي حاول أن يعيد للأمة اجتماعها وكلمتها ووحدتها بتعميم اللغة العربية. نعم، أراد السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله أن يجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة العثمانية، أن يجعلها وسيلة للتخاطب في المعاهد والمدارس والجامعات وفي المؤسسات والوزارات في كل الأقاليم التي كانت تتبع الدولة العثمانية. إيه يا سلطان عبد الحميد، كم كنت تريد أن تعيد للأمة قوتها ووحدتها، لكنها كانت صرخة في واد. قد أسقطوا دولتك وأزالوك عن حكمك وعرشك، وها هي تركيا اليوم. ليتك تعيش بين تركيا اليوم لتدرك أن مشروعك الأممي يتحقق اليوم، وأن الأمة الإسلامية ترنو لتلك المشاريع العظيمة التي دعا إليها السلطان عبد الحميد الثاني. وكم بالأستانة من معان أثارت في حنايا الشجون، مآثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا. ترى Oh.